ومش هيحصل وعلى جثتنا لو تكون متأكد. يوم التسعة احنا مين؟ احنا شباب 25. احنا شباب 25. كل هذا وكثيرا غيره تدعوكم جبهة طريق الثورة صوار للتصويت بلال على دستور الثورة المضبط. ابتدت الناس تتجمع تحت في الاستقبال، ابتدت الناس تطلع فوق ماشي، لدرجة ان زي ما حضرتك ما شفت دخلوا العمليات، كسروا باب العمليات ودخلوا باب العمليات، وابتدى يبقى فيه هرج ومرج، ووصلوا لغاية لما وصلوا حتى لداخل غرفة العمليات نفسها. هما بيسموه مشروع الحوافز. احنا لحد دلوقتي ما حدش قادر يجاوبنا، هل هو قانون ولا هل هو قرار وزاري ولا هل هو احنا مش عارفين لحد دلوقتي. بوسه حلوه بقى للظهر العسكري الجميل ده. ابو الطاوله حلوه دي، يلا خدنا كمان. بالطريقه اللي هيتوافق عليها مجلس نقابه مع الفرعيات، وراح اقولها ما دام للاطباء وللمرضى في مصر حقوق لم تتحقق بعد. حضرتك غير مؤتمن. لا مش عايز اسمع، انا عايز اتناقش معاك. انا ما اسمحش حضرتك انك تقول علي ان انا غير امين. حضرتك غير مؤتمن على الاخبار. احنا قدمنا خبر، احنا قدمنا شكوى رسميه، احنا متشكرين جدا لحضرتك، جهودك غير مطلوبه في التغطيه. المطلب الاولاني هو زيادة موازنة الصحة حتى تصل إلى المؤسسات العالمية. لكن الاستقلال يعني ألا يكون هناك ذهب المعز وسيفه مع السلطة التنفيذية. ونطلب منك حاجة يا سيادة الرئيس، الفلاح اللي عنده 65 سنة مطلوب. كل اللي احنا واقفين عنده ان هو هيبقى في شهر 4 المفروض. احنا خلصنا 9 أغاني، فاضل حوالي أغنيتين. موضوع الاضراب وتوقيته هو اضراب مهني وليس اضراب سياسي، وهو الشخصيه دي هي فعلا اللي لازم تمسك مصر دلوقتي. ما ينفعش اي حد غيره يمسك مصر.